وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان لرجح. هذا بحث في حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين هم خير القرون، الذين هم خير القرون، كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. قال الراوي: لا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، يعني تكون أربعة قرون. القرون يسمونها القرون المفضلة، يسمونها القرون المفضلة لهذا الحديث. وخير هذه القرون هو قرن الصحابة رضي الله عنهم، قد مدحهم الله في كتابه ورضي عنهم، قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. مهاجرون والأنصار. وقال سبحانه وتعالى للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الله جل وعلا أثنى عليهم ومدحهم بأنهم هم الصادقون، أولئك هم الصادقون، حصر الصدق فيهم مما يدل على فضلهم مكانتهم عند الله جل وعلا. يجي واحد من الزنادقة والملاحدة اللي يدعون الإسلام ويتهجم على الصحابة ويذمهم، والله جل وعلا يقول أولئك هم الصادقون. هذا مكذب لله عز وجل، هذا مكذب لله. ثم قال في الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان، يعني دار الهجرة، وهم الأنصار في المدينة، تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا ثناء على الأنصار ومدح لهم وذكر صفاتهم الحميدة، والله جل وعلا أثبت لهم الفلاح: من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. دليل على أنهم الله وقاهم شح أنفسهم أنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني جوع، ولو كان بهم حاجة يؤثرون حاجة إخوانهم، كما أنهم لما هاجر إليهم إخوانهم واسوهم فتحوا لهم صدورهم وقلوبهم وأشركوهم في أموالهم وفي بيوتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم قال في الذين جاءوا من بعدهم، والذين جاءوا من بعدهم من بعد الصحابة إلى يوم القيامة يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا فيه بيان الواجب للصحابة رضي الله عنهم، أنه الدعاء لهم والاستغفار لهم والاعتراف، الاعتراف بسبقهم بالإيمان، وسؤال الله أن ينزه قلوبنا من الغل والحقد عليهم والبغض لهم. فهذا فيه الثناء على الصحابة وبيان ما يجب لهم على من جاء بعدهم إلى يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أحد أنفق مثل جبل أحد، تعرفون جبل أحد عند المدينة الجبل الكبير، لو واحد جاب كوم من الذهب الخالص وتصدق به كل ما بلغ في الأجر والثواب مثل
صدقة الصحابي بالمد من الطعام أو نصف المد، جبل الذهب ما يعادل المد من الطعام من غيرهم، وذلك لفضلهم مكانتهم. ثم هم رضي الله عنهم يتفاضلون فيما بينهم، لا شك المهاجرون أفضل من الأنصار، لأن الله قدمهم في الذكر، ولأنهم تركوا أموالهم وأولادهم وأوطانهم وهاجروا في سبيل الله عز وجل، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. ثم أفضل المهاجرين الأربعة، الخلفاء الأربعة، أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذي النورين، ثم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع، خلفاء الراشدين. ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر الذين شهدوا بدرا، ثم أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فالله جل وعلا أخبر أنه رضي عنهم. يجي واحد من الفسقة والفجرة ويذم الصحابة والله قد رضي عنهم، قبح الله أهل السوء والضلال. ثم الذين أسلموا قبل الفتح، قبل فتح مكة أفضل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. كلا، الذين أسلموا قبل الفتح والذين أسلموا بعد الفتح كلهم وعدهم الله الحسنى، وهي الجنة، من صحابة الجنة. فالصحابة لا يلحقهم أحد، يجي لا يلحقهم أحد في الفضل مهما عمل، ولكن حسبه أن يحبهم وأن يقتدي بهم وأن يثني بهم، وأن لا يتنقص أحدا منهم، ولا يتلمس أخطاءهم، ولا يتدخل فيما حصل بينهم بسبب الفتنة التي دخلت عليهم من غير اختيارهم، فتنة جرها عليهم الأشرار من غير اختيارهم، فلا يتدخل أحد في شأن الصحابة إلا بالثناء والاستغفار لهم والترحم عليهم والاقتداء بهم ومحبتهم، محبتهم لأن الله يحبهم والرسول صلى الله عليه وسلم يحبهم، فنحن نحب من يحبه الله ومن يحبه رسول الله. من أين وصل إلينا هذا الدين، هذا القرآن، هذه السنة؟ من أين وصلت إلينا؟ أليست عن طريق الصحابة؟ فهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين بلغوا الدين لما تحملوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بلغوه لنا بأمانة. كل حديث تجد فيه صحابي عن فلان، عن أبي هريرة، عن أنس بن مالك، عن زيد بن ثابت، عن جابر، عن معاذ، كل هم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. حفظوا لنا سنته، وحفظوا لنا القرآن، بلغوه لنا. ثم من هم الذين نشروا الإسلام بجهادهم ودعوتهم في المشارق والمغارب؟ أليس هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من هم الذين قمعوا المرتدين والمعتدين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين ثبت الله بهم هذا الدين لما أراد أهل الشر استغلال وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أرادوا التشكيك بالدين وردة الناس وصرفهم عنه، ثبت الله هذا الدين بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيادة أفضلهم وخيرهم أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هذه بعض فضائلات، ومن بعض فضائلهم ومناقبهم رضي الله عنه. نعم.